حبايبي عملنا الملوخيه ماشي، هنا محشي الكرنب اهو يا واد يا واد يا واد، وهنا الفراخ الحتت الفراخ بتاعت امبارح لو عيل عايز فراخ القلق دي برضو اللي فات من امبارح. ده ورق العنب بس ايه، ده ورق العنب بس مش عارف اشيل لكم الغطا عشان الغطا طبعا من غير يد هياخد مني وقت كبير قوي. ودوت المحشي الباذنجان والكوسه والفلفل، ودوت الرومي ماشي. بصوا انا مش هصور لكم احنا بناكل، انا ممكن امسكه كده واحنا بناكل علشان ايه بصوا بقى هنفضي معاكم محشي الاولاد عشان المفروض يبرد شويه عشان يعرفوا ياكلوه. المحشي بتاعنا احنا هنفضيه جوه، هوريكم برضو احنا بنفضيه ماشي اهو. تعالي بقى محشي الاولاد اهو، ياكل بقى براحتك باذنجان وكوسه وفلفل اللي عايز. طلع لهم كوسه، مين اللي بياكل كوسه عندك؟ انا اللي بحب الكوسه. لا في البلو بيرد. شكل المحشي تحفه ما شاء الله عليكي، وحاسني المحشي بتاعك جدا. عيل تعالى اعمل لكم حبه محشي تستغلوا بقكم ما شاء الله. بحب المحشي يبقى ملهلط ميه كده، بس هو هينشف يعني هينشف. ده محشي الاولاد هناخده بقى ندخله، والحلل دي هناخدها وندخلها ونغرف واحنا بناكل ماشي يا اولاد. يلا يلا بينا بقى على جوه. هنا بقى بصوا هنغرف كده المحشي ماشي. بسم الله الرحمن الرحيم. استنى يا قط يا جمال، استنى اخد الملوخيه تقع. طب حاسب براحتك عشان بص الروم ولا الروم اهو. شيلي الصينيه دي كده، اظبط الدنيا احمد كده شيلي. بس طب شيلي البتاع بتاع العنب. ارجع يا ولد انا شويه. شيل البتاع بتاع العنب، شيل البتاع بتاع العنب. خد بس الاول اهو، وده طبق المحشي بيت المحشي. يلا حطي دي ودي الملوخيه اهي. وسعي يلا ايوه كده وسعي وسعي كده، بدل ما تقعد توقع على هدومك والملايه جوز اهو. شيلي يعني. شيلي الغطا العنب. تعالى بس حط الباذنجان اهو، الباذنجان اهو 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 اهو، باذنجان وفلفل. الله اكبر عليك. يلا بس كده اهو تمام. ايوه فاضيه كلها بقى بس كده. اجيب لك يا باشا، اجيب لك يا باشا. عايزه اشيل ورق العنب ونحط الكرنب. طب اعمل ستوب، اضرب ستوب. يلا ده ورق العنب يا جماعه. ايوه ايوه ماشي. حطينا اهو كده. طب الملوخيه، الملوخيه شوف عامل ازاي. يلا بس كده عايزين. هذا الرومي هنا انت بعتي لي ايه اهو ماشي. يلا بقى يلا، الدنيا هنا ضلمه شويه. ربنا المحشي ده جميل قوي. والشيف كله باذنجان وكوسه وفلفل، كله بقى اكله واتحسبت عليكم. والنبي لا تقطعي لي الروم، بالله عليكي تقطعي. ما لا مالكيش جعب ده، قطعي من ده يا ام يارا. يلا انا ماسكه التليفون، خدي يا احمد وانا بقى نقطع لها انا. طب خد عشان هي مش هتتقطع. شوفوا بس على ما اقطع له. بصوا بقى الرومي، بصوا الرومي ما شاء الله. بصوا الرومي جايبينه من فتره، ما كنا ما جبناه. بس الله اكبر عليك، كان لسه صابح. بصوا شايفين الحمار بتاع قلب الرومي من جوه، بصوا ما شاء الله عليه. المزرعه هنا جنبنا قريبه قوي مننا هنا يا ابو غيره. خلاص كلي بس. بصوا عامل ازاي، تحس اللي عامل زي الضاني. تعالى كلام يا بلاد. كلي يا سمير، كلي يا ياسين. يلا يا سمير قول للناس حاجه يا سمسم. ايه رايك يا ياسين؟ حاج ياسين هو دماغي غره شويه في ريال. حاج ياسين نعم نعم الله عليك كل حاجه. حط لايك، حط لايك مش فاضي. ماشي نسال بقى الاولاد الصغيرين، رايك في الاكل يا بلال؟ هل الورق العنب عامل ايه؟ ماشي. وانت يا انس؟ النبي يا ابو يارا. هل طب يلا خلصوا يلا. انت يا قطه الاكل عامل ايه؟ الشلال في محل، هي عاوزه واحد بس. وانت يا حاج سيف الاكل ايه؟ حلو. قول جميل، قول روعه وحلو خلاص كده ماشي. وانا بالنسبه للاكل انا تسلم ايديها. هم طايلين
ده ابني مش هياكل على فكره، مش هتعمل الاكل ده تاني. قرب يا سمسم كده. لا ما جبناش مناديل، يا ريت لو تجيب لي مناديل اعرف اصور. انت عامل علينا على الكاميرا. خلي يا بلاي. انا سمير كل يا حبيبي اشرب الملوخيه. يعني حلو. بص اللي على الوش ده بيبقى ناشف، اللي تحت بيبقى طري قوي وسايب، طلع له منه. كل يلا شاطرين. ارمي الفلفل ده ولا ايه نقول؟ عاوزين نعمل الملوخيه بمره بشوربه الرومي. ما دي بشوربه الوز. فاجئتيني تصدقي؟ فاجئتك؟ عايز ايه؟ عايز احط العظمه. ما تديله ملوخيه؟ كل كرومبا. اشرب الكوبايه بلاد. احط لكم هنا كرومبا. ما طالما انت خايف. كل ياسين فريخك بعد اذنك. ما تقلقوش انا مش جايبه الوش ماشي، انا جايبه بس الايد. تسلم ايدك. ما فيهوش ريحه الشطه. ورق العنب ما فيهوش حاجه. لا ايوه مش حراق. بتنجان عشان لسه سخونه باينه فيه. هات لكم ساح منها. خد ورق عنب. عنب انا مش عارفه ياسين مش راضي يخش ليه. انا اغلى من كده هخش. ده بحط لك هنا كروم، بحط لك هنا كروم. تعالى نرمي عليا هنا شويه. تعالى يا سيدي. خد يا عم انا فين. بس خد يا حاج ياسين. عايز احط له لا كروم. الكروم عندك اهو. فين؟ الحله. لا عايز افضي من الحله. مدي ده وكل ده. الكروم جميل. القلب ده طري اهو، اهي حته على بعضيها طريه. جميل. الجو هنا جميل قوي. طريه خالص. كلها. حتى الغرام هيبان. انا مش عايزاكم تقوموا غير ما تخلصوا الاكل ده. مش هيبان. هو باين متشاف بس ممكن ما تكونوش باينين. ده بتنجان بارد. ايه يعني؟ سلمى قدامك الاكل باين انت وسيف قدامكم الاكل. انا الفلفل جبار على فكره. ياسين ما عندوش، سيف ما عندوش كرومب. بالله عليك حط له كرومب هو وسلمى قدامه. ابو يارا انت بتاكل الفلفل. الفلفل ده حكايه. تسلم. احط له كرومب جنبك. ما تقولوش فيه هو بريد. انت بتقول فيه خلاص. كل حاجه محمد من نبات. لا ما حدش ياكل بالشمال. لو تجيب لنا المناديل جبتها يا اخويا. مش تقول لي لحمه صفحه وريحتها كده حكايه. لان انت بتروح بيدبح والكلام ده وانت واقف. في حته اسمها كفر غطاطي هنا. سمعت عنها. هي جنبنا. بص ورانا كده بس عشان رحناها لها لازم تطلع التالي بتاعنا. ماشي. هو يا سلمى هتاخد الطريق بتاعنا اللي هو اكنك رايح على شبرا وتنزل للنزله. يا رب اكله وحسبت عليك. على طول كده طريق مكتوب عليه كفر غطاط. كل المحشي ما يعني وانا راجع بقى بيبقى 7 دقايق بس بالظبط.
لانه انا راجع بيطلعنا منين من شفت انت النظره بتاع الرمايه من جنبها اللي هي بتقابل فيها. حلوه الملوخيه يا ولاد. اه بس بردت بردت خلاص. انا ليه اخد ميه؟ اه سيف انت حاسس خلاص. انا مش هتفضل ده صوت الميه. النبي لا تقي النبي لا تقي. مين اللي امن على الاكل؟ سيف. تعالى يا سيف كمل. يلا في المية. خليه خليه. يا ما بقى في ايه؟ انا والله اسال انا بقى كنت كده واحدة واحدة. انا قاعد. ما بتاكلش حاجة خالص. قاعد ترغي بس. بص انا قطعت له اي اسمه. وانت ما بتقولش تاكل بتاع ليه؟ لا باكل. انا باكلها. هي اكلة واتحسبت عليكم. يعني لازم الثواني دي تخلص. تعبناكم. خد يا بليه. لا والله تعب. بص دي طريه اهي. بص دي اهي. احمد ما تفضلوش جنبه لما يخلص اللي قدامه. ما بفضلش حلوه الطريه. لما يخلص اللي قدامه. خد طريه. ايه؟ حد شوفوا مرة اللي عاوزة فلفل بقى يارا والنبي بعد حبة باذنجان لماما هنا. ثانية واحدة بس عاوزة صيف العشاء اللي بتدن دي؟ اه العشاء بتدن يا ولد واحنا بناكل. اكلتي الامبوله اهو. مش ده بتقول لي انت بتاكليها؟ اكلتها. اكلت باكل اللحمه اللي جوه. والله الامبوله هي حتت معينه مش كلها. هي فيها حته الطبله. ايه بتبقى فين الطبله دي؟ معرفش في اي حته بالظبط. الامبوله يعني. انت مش كل مركز واحد ولا هو بس. لا المحشي البارد ما اتاكلش. الله اعلم الله اعلم. ما حدش ياكل اصلا. الله بس المحشي. كل محشي يا انس شاطر. خلص الصينية. مش قادر انا. هو هو ده نازل. بتاخد الحتة اللي فوق طرية؟ الحتة اللي فوق طرية ناخدها؟ اه جميل سخن وجميل. طرية خالص يلا. ايه ده؟ شيل يا سيف. احنا بناكل؟ احنا بناكل التراب يلا. طب شيل. قول يا انا كمل. تعالى يا بلال. خلص خلص المتفصص في طبقك يا بلال. خلاص انا هقوم. بص بلال من العصر وبيقول لي انا جعان. طب ما عملتوش اي حاجه ليه؟ لا وانا مش هاكله. شفت برضو اكلته؟ انا هديك شويه المحشي البارد دول ياكل براحته هناك. خدهم معاك. بصي حتى حته الرومي رماها. انا اضطر والله. شفتي؟ لا خدوش بقى معايا. هاكل المحشي ده. احنا كده خلصنا يا ولاد وبنشيل الاكل اهو. هما دخلوا وانا وام يارا بنشيل الاكل. يا رب الاكل بقى يكون عجبهم كده ويبقى طعمه حلو ان شاء الله. بصوا بقى ام يارا طبعا استلمت المواعين. كل اللي يجي عندي يستلم المواعين مش عارفه ليه. ايه غيظكم في المواعين؟ والله رجليا يا عيني وجعاها يا جماعه. ادعوا لها بقى. انت بالصمت ولا ايه؟ بركز في الغسيل. ده مالها صمت لي دي. بركز في الغسيل عشان اطلعه من جوه. يا جماعه عايزه اقول لكم اللي دول ام يارا رجلها تعبيها تلوت يعني منها.
فربنا يشفعها ومش راضيه تقعد مش هتسمع كلامي. بس في اليد تعبت بصراحه، الاكل كان زي العسل وجيت لقيتها مخلصه كل حاجه. ربنا يديها الصحه ويفرحها باولادها يا رب. ربنا يخليكي، بس احنا والله ما عملناش حاجه يا جماعه، وهي دي بصراحه يعني كلها ذوق وواجب، ويعني الواحد مش قادر يقول ايه. صعب ان الواحد يلاقي زمن في الزمن ده اصحاب جدعان وكويسين كده. والله والله احنا اخوات يا جماعه، ربنا يعني. كان احلى بلوزه وقعت عندي على حبل الغسيل، كانت سبب تعارفنا والله، كان تعارف اجمل تعارف. بس يا ولا العيال ما شاء الله بيلعبوا كره في الشقه، عشان انا كان وقع مني بلوزه من البلكونه بتاعتي على البلكونه بتاعت ام يارا، فنزلت خبطت عليها، كانت لسه جايه جديده صح؟ ومن يوميها واحنا بقينا اصحاب. خبطت عليها قلت لها البلوزه بتاعتي وقعت، جابت لي الغسيل كله على طول، هي دي هي دي. على اساس هي مش عارفه البلوزه بتاعتهم يعني. فكانت معرفه خير والله العظيم، يعني ربنا يديم المعروف والمحبه يا رب. يا رب. واديها الصحه. انا مش هتسمع كلامي ومش هتسيب المواعين. يعني الواحد ده اقل حاجه الواحد يعملها والله على وقفتها في المطبخ من امبارح وهي قاعده بتعمل في الاكل. والله حاجه بسيطه. لقينا انها مخلصه كل حاجه، حاجه بس في الثلاجه ومظبطه الدنيا. لا حاجه بس ربنا يخليكي والله حاجه. ربنا يديك الصحه ويزيدك ويوسع عليك يا رب. يا رب ان شاء الله. العيال كلها خير. ابدع ابدع صاحبه في الدنيا والله. انا كده هعيط. حبايبي بتعمل من قلبها، خدومه بجد من قلبها، بتخدم كل الناس، بتساعد كل الناس والله. بترحب في بيتها بكل الناس. ما بتستخسرش حاجه في حد. ما بتبخلش باي حاجه على حد. خلاص يابا كده. انا بشهد شهاده حق الله. ربنا يخليكي. بس انا بسمع الكلام ده بعايزه اعيط يا جماعه. دي حقيقه، الواحد هيكذب يعني. ربنا يشفي رجليها ان شاء الله ويعافيها. والله يا جماعه اي حد ينور ويشرف اقسم بالله على راسه، شيله على راسي من فوق. ربنا يخليكوا لينا.